السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالتأكيد كلنا نعرف سيدنا عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، كان حبر من أحبار اليهود ومن أعلمهم بالتوراة. سار هو وجماعة قليلة من اليهود للدخول في الإسلام بعدما تيقنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرسول المبشر به في التوراة. يعني نقدر نقول إن سبب دخولهم في الإسلام هو معرفتهم بالتوراة، فطبيعي إن هما كانوا بيعظموا كتاب الله التوراة رغم تحريفه. خلي بالك كويس جدا إن سيدنا عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه من المبشرين بالجنة، يعني لا غبار على إسلامه. هؤلاء الجماعة من الصحابة قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم بعدما أسلموا: يا رسول الله، إن التوراة كتاب الله، فدعنا فلنقم بها في صلاتنا بالليل. يعني عاوزين يصلوا قيام الليل بالتوراة بدلا من القرآن الكريم. وقالوا أيضا: ودعنا نقوم ببعض ما في التوراة من أحكام. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. مش كده وبس، كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بعد الهجرة كثيرا ما يمر على أحبار اليهود في طريقه ذهابا وإيابا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يسمع بعض ما يقولون من التوراة، لدرجة إنه تأثر بما يسمع من أحبار اليهود، فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: إنا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا، أفترى أن نكتب بعضها؟ من الذي يقول ذلك؟ إنه الفاروق، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وأحد المبشرين بالجنة. فماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده، لقد جئتكم بها بيضاء نقية. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حياً لما وسعه إلا أن يتبعني. الحقيقة إن تصوري للآية الكريمة إن أهل الإيمان سائرين في طريق مستقيم واضح المعالم ينتهي بقلعة محصنة هي الإسلام، وعلى جانب الطريق يمين ويسار في طرق كثيرة مزخرفة مزينة ولكنها طرق زلقة منحدرة. وعلى كل طريق من الطرق دي جماعة ترتدي أحلى الملابس، تبتسم في وجهك وتقول لك: تفضل شاهد هذا الطريق الجميل المزخرف المزين. هي دي حكايتنا في الدنيا باختصار، وعليك إما إنك تختار الطريق المستقيم الواضح المعالم، أو إنك تختار الطرق المزينة المزخرفة الخطرة المنحدرة. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. فإن انحرفتم عن طريق الحق من بعد ما جاءتكم الحجج والبراهين الواضحة من القرآن والسنة، وضللتم وملتم عن الطريق المستقيم إلى طريق الهوى والضلالة والشرك، ولا عذر لكم أن تزلوا أبدا من بعد ما جاءتكم البينات والدلائل الواضحة من القرآن والسنة. فنعلم جيدا أن من ينحرف من أهل العلم أعظم جرما ممن ينحرف من أهل الجهالة، فاعلموا أن الله عزيز حكيم، عزيز في ملكه لا يفوته شيء، عزيز قادر على الانتقام لا يقهر أبدا، حكيم في أمره ونهيه، يضع كل شيء في موضعه الصحيح والمناسب، حكيم ومن حكمته أن يميز بين المحسن والمسيء، حكيم ومن حكمته تعذيب العصاة والجناة. وأنت الآن في دار الاختبار، فأي الطريقين سوف تختار؟ جزاكم الله خيرا. فإن زللتم من
جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم.